اكلمكم عن حاجه. الحاجه دي ايه؟ اسمها الم الخصيه. النهاردة هرد على تقريبا جميع الأسئلة اللي جت تحت الفيديو اللي كان بعنوان ألم الخصية. في هنا من 24 دقيقة كده علي أنا تعرضت لضربة على الخصيتين، ضربة قوية، ورحت في غيبوبة 10 دقايق، وبعد مرور سنين أي لمسة قوية شوية أحس بألم شديد، أرجو منكم الحل السريع. يعني ضربة في الخصية من سنين طويلة أكيد ملهاش تأثير في الوقت الحالي يا أستاذ علي، لكن لو أنت بتلمس الخصية ويحصل ألم فعلا، فعندك الخطوات اللي مشروحة في هذا الفيديو اللي أنا بتكلم عنه ده، تقدر تشوفها وتطبقها أكيد هتتحسن. لو ما تحسنتش بقى واستمر الألم، يبقى في احتمال في التهاب البربخ، التهاب في الخصية، وبالتالي بنصحك أن أنت تاخد مضاد حيوي قوي مناسب مع مسكن للألم، أكيد إن شاء الله هتتحسن. دين أمبروز في واحد تاني بيلا كيا دكتور، يعني بيقول إن عنده حبوب في القضيب وفي الخصيتين وفي شوية ألم. طيب الحبوب دي ايه هي بالظبط؟ لازم الواحد يشوفها طبعا، يا اما تبعت صورة ليها يا استاذ بيلا على الموقع بتاعي اللي هحط الرابط بتاعه هنا، drhilal.com عشان نعرف نجاوبك، لكن من غير ما اشوفها الحبوب ممكن تكون حاجات كتيرة. يعني الاسئلة طبعا المفهومة ما بجاوبش عليها. رضوان بنزارة لا ما بعرف دواءه، مش عارف يقصد ايه. عادل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا يا دكتور جاني انتفاخ بالخصية اليسار ووجع وأنا عمري 16 سنة. انتفاخ بالخصية اليسار وجع، انتفاخ بالخصية اليسار وجع ممكن يكون احتقان في البروستاتا في السن بتاعك ده 16 سنة، وممكن يكون التهابات في الخصية لأي سبب أو التهابات في البربخ، أو ممكن تكون حاجة موضعية، حساسية، قرصة ناموسة، قرصة نملة عملت هذا الانتفاخ أو الورم. أتمنى طبعا أن أنت تتابع الموضوع وتشوف. المفروض لو حاجة بسيطة بتنتهي، لو حساسية أو لدغة حشرة ما فبتنتهي بعد أيام محدودة. تابع معايا وياريت تبعت لي صورة ليها على الموقع بتاعي عشان أعرف أرد عليك كويس. الأخ هلال سعيد، دكتور الله يخليك طمني، عمري 33 سنة، عندي دم في السائل المنوي، ذهبت عند طبيب في حصني أعطاني دواء من بعد أخذت إيه؟ تحليل، قال لي الطبيب عندي التهاب من بعد، أصبح ألم في خصية يسرى، فحص خصية قال عادية، لا زال ألم، أرجو ما العلاج. طب ما تبعت لنا يا هلال صورة التحاليل نشوف فيها ايه، عملت تحليل سائل منوي ماشي، ابعت لي التحليل نشوف فيه ايه عشان نقدر نرد عليك باسلوب علمي برضو ماشي. اخونا الزعيم على عملت عملية دوالي الخصية، اللي بيكتبوا الظاهر بسرعة وما بيقروش اللي بيكتبوه مرة تانية، فيعني حاولوا تركزوا شوية في الكتابة عشان الواحد يقدر يفهم بسرعة، يعني يعرف يقرا المكتوب ويقدر يفهم. المهم عملت عملية دوالي الخصية الشمال ليا سنة من العملية، وبرضو بيجيني تعب في الخصية نفسها، ورجعت الدكتور كتب لي على برشام في استافلام باخد منه أي حل. هو في العادة يعني دوالي الخصية ما بتعملش ألم إلا لو كانت ضخمة، يعني راجع أسلوب حياتك، يعني مثلا اللبس، الغيارات التحتانية تكون خفيفة وما تكونش ضاغطة، ده مثال. واتبع برضو الخطوات اللي انا شرحتها هنا لتخفيف الالم ان شاء الله تتحسن، واذا كانش ابعت لي بقى بالتفصيل امتى عملت العملية، وهل في حاجة يمكن تكون الدوالي رجعت ولا لا او كده. ماشي يا استاذ زعيم علاء. وبعدين معلش انا قاعد في عزبة كده، ففي الخلفية اصوات فراخ وديوك بتدن وحاجات كده، فاعذرونا. مهيدي خطاب، سلام عليكم دكتور، انا عملت عملية قبل 10 ايام على دوال الخصية وجاني الم في خصيتي، هل عادي هذا الالم بعد العملية؟ العملية ممكن يجي بعدها الم، مفيش مشكلة، تاخد مسكنات للالم
وتبقى كويس. يعني ممكن بعد العملية أسبوعين ثلاثة يبقى فيه شوية آلام كده. جرح الزمان ضريب دفع ضريبة؟ طيب ماشي، دفعت ضريبة عشان كده بقت جرح الزمان. المهم سؤالك مشكورة دكتور على إجابتك، يبدو إنه سأل قبل كده وجاوبت مش فاكر. هل حركة الحيوان إيه؟ هل حركة الحيوان ضروري في عملية أنابيب الأطفال أو حركة حول نفسه؟ هو في أنابيب الأطفال بيختاروا بيعملوا عملية فلترة للحيوان المنوي، وبيختاروا أفضل الحيوانات المنوية عشان عملية التخصيب بالأنابيب. فعادة طبعا بيختاروا الحيوانات ذات الحركة المتميزة أو الأفضل، وبيختاروا الحيوانات اللي إيه اللي ما فيهاش أشكال شاذة أو غريبة عشان يعملوا بيها عملية التخصيب دي. محمد جاويد دكتور، أنا عملت عملية دوالي عمري 17 سنة، وبعد العملية بشهرين الخصية اليسرى بقت تصغر وتوجع وشكل الخصيتين تغير عن قبل، هل يلزم أروح لطبيب؟ أرجو الإجابة. هو طبعا بعد عملية الدوالي شكل الخصية بيتغير، لأن الأول بتبقى كده منتفخة شوية وعليها خطوط زي الدود الصغير، دلوقتي بعد العملية بتصغر شوية، كيس الصفن ده بيصغر شوية وشكله بيتغير، مفيش شك يعني. فما تقلقش يعني، واصبر إن شاء الله ما يكونش فيه مشكلة. سلمان سعد بيقول إيه، أنا عمري 23 سنة أحيانا تيجي لي ألم في خصية اليسرى، أرجو إنكم تفيدني. الألم بتيجي في الخصية لأسباب كتيرة، المهم إنها بتكون بتروح. لو الألم عندك ما جات لك بتتبع الإجراءات اللي أنا شرحتها في الفيديو وأكيد بتتحسن، أو بتساعد مع الإجراءات دي بتاخد لك مسكن للألم. طالما الألم مش شديدة قوي وبتتحسن يبقى ما تخافش، تاخد مسكن وتتبع إجراءات تخفيف ألم القصية المشروحة في الفيديو. شكرا على شرحك ومجهودك. بعد الانتهاء من عملية البراز أشعر بالألم في أسفل البطن والحالب، ويمتد الألم إلى الخصيتين من الخلف، ألاحظ انتفاخ حوالين العضو الذكري من جهة المثانة وانتفاخ لكيس الخصية. عند حصولي على الألم لا أستطيع الوقوف أو المشي، يجب الانحناء كالركوع أو ضم الركبتين إلى الصدر لمدة لا تقل عن ساعة ونصف إلى ساعتين، وبعدها تعود الحياة طبيعية. ألاحظ وجود غازات كثيرة، علما أني قمت بكثير من التحاليل والأشعات والموجات الصوتية، ولكن لا يوجد شيء، علما أن الحالة غير مستقرة ولكن لها مدة طويلة، علما أن الألم في بداياته كان حادا كالسكين، أرجو مساعدة. يعني أخونا سام اتش بيقول إن هو ما بيخش الحمام للتبرز تكرمه بيشعر بوجع في البطن والحالبين، مش عارف أنا الحالبين دول يعني عارف ازاي ان فيهم وجع. المهم في عنده وجع في اسفل البطن ويمشي الوجع الى ان يوصل للخصيه. طبعا ده مرتبط بان هو بيتعثر او بيحزق تكرمه اثناء عمليه التبرز، وبيلاحظ انتفاخ حوالين العضو الذكري من جهه مش قادر افهم انا، يعني حضرتك في انتفاخ حوالين العضو الذكري من جهه المثانه، يعني تقصد ناحيه البطن، وانتفاخ في قيس الخصية، كل ده نتيجة الحزق اللي انت بتحزقه أثناء التبرز. طبعا لو عندك إمساك ولا حاجة لازم تعالج الموضوع ده بحيث التبرز يمر يعني يتم بيسر وسهولة. إنما بقى مسألة إنك انت الحكاية دي بتحصل دايما وما بتتحسنش إلا بعد أما بتضم الركبتين لمدة ساعة أو ساعة ونص بعد كل مرة تخش الحمام، فده شيء غير طبيعي بصراحة. وبما ان انت رحت عملت تحاليل واشعاعات وموجات صوتيه زي ما قلت وما فيش شيء عندك ظهر، يبقى انا نصيحتي اللي بقولها دايما هي انك تتبع اسلوب الحياه الصحي وشوف النتيجه بعد شهر. اتبع اسلوب الحياه الصحي اللي انا بشرحه اللي انا بتكلم عنه ورد عليا بعد شهر شوف النتيجه ايه. علي الربيعي، عندي الم بالخصيه اليمنى ومرات باليسرى. والله يا علي زي ما ردينا قبل كده، اذا كان الالم ده شيء بسيط وبيجي وبيروح فيمكن مرتبط بعادتك في لبس الملابس الداخليه او في طريقه قعدتك او اي امر من هذه الامور.
وإذا جاك الألم بتاخد مسكن للألم أو بتتبع الإجراءات المشروحة في الفيديو وبتتحسن بإذن الله. لكن طالما ألم بسيط وبيروح ويجي فما فيش من وراه سبب مهم أو خطير. أخونا من المغرب اسمه تشاكاي، أعاني من سلام دكتور، أنا من المغرب أعاني من مشكلة، أريد أن أستشيرك. المشكلة أن عندي قذف المني أجده غير طبيعي، اللون يميل إلى الأصفر، عبارة عن كتلات. الكتلات ديت يمكن معناها أن في لزوجة عالية شوية، المني في لزوجة عالية شوية، وكنت يعني يا ريت تبقى وضح لي العمر، متجوز ولا لأ، هل في مشاكل أخرى. لكن هو طالما المني بينزل على هيئة تكتل أو كتل، معناه إن زوجته عالية حبتين، وأسباب اللزوجة العالية كنا شرحناها قبل كده في فيديو، وتحتاج طبعا إلى علاج لتقليل هذه اللزوجة. بس قبل كده وكده، قبل ما لازم تعمل تحليل، قبل ما تفكر في تاخد إنك تاخد أي علاج، لازم تعمل تحليل مني عشان تشوف اللزوجة ديت موجودة فعلا ولا ايه بالظبط، ولا في التهابات ولا ايه. اخونا صورة بنت وعلامات استفهام، انا لدي حبوب في مقدمة الجهاز البولي، هل يوجد له علاج؟ الحبوب دي ايه؟ طبعا في علاج بس حسب السبب. واحد رد عشاق الساحة، الروح اللي عند الدكتور، هي التهابات مع الوقت تروح. كلامه سليم، يعني في يعني الحبوب ديت هنعرفها ازاي؟ لازم نشوفها ولازم نعرف تشخيصها ايه. ممكن تكون اي سبب من ضمنها سبب حساسية، قرصة حشرة، هل هي دي حبوب مرض جنس انتقالي وما الى ذلك. فلازم نعرف السبب بالظبط، يعني لازم تتشاف الحبوب عشان نعرف نرد، لازم الحبوب دي تتشاف عشان يتم تشخيصها الاول. ممكن تبقى حاجة بسيطة زي حساسية او مرض او قرصة اي ناموسة او نملة، او ممكن تكون مرض من الامراض الانتقالية، فمحتاجة كشف عشان الواحد يشوف هذه الحبوب. واذا راحت الحبوب يبقى خير وبركة. السلام عليكم صاحبي، اهلا احمد حسن، اهلا وسهلا يا صاحبي. عملت عملية الدواء للخصيتين، جراحة منذ شهر، الان يحدث الم شديد في الخصية اليسرى، هل هذا طبيعي؟ بعد العملية ممكن يحصل الم لمدة 3-4 اسابيع، بس طبعا الالم بيكون محتمل وبيروح مع استخدام مسكنات للالم او اجراء الشروحات البسيطة اللي احنا ذكرناها في الفيديو. اخونا نايف زافر، دكتور ارجوك، انا لعبت كورة وقرحة الضمة ووقفت شهرين، يعني وبعد احس الم الخصية اليمنى واحس حرقة في الخصية، مش وجع تحمر عليا، ليش ارجوك؟ في عنده وجع في الخصية وحرقة في الخصية، لو في وجع في الخصية وحرقة يفضل ان انت تعمل تحليل بول وتحليل مني، لعل عسى يكون عندك التهابات. وممكن ده يتحسن بانك بتاخد مضاد حيوي مناسب، جرعة كاملة، وتاخد مسكن للالم معه. عادل دويس، دكتور انا عندي الم في الخصية اليسرى منذ 4 سنين، واشتد الالم عندما البس لباس داخلي ضيق. ما احنا قلنا الالبسة الداخلية الضيقة لا ينصح بها، لازم تبقى لابس البسة داخلية ما بتضغطش على الاجهزة التناسلية عندك، وتكون من نوع القطني الخفيف. لكن مجرد ما تغير هذه العادة يمكن الألم ده يروح ويتحسن تمام. أستاذنا أبول، دكتور طلع معايا دوالي لدرجة الأولى. أبول دكتور طلع معايا الدوالي لدرجة الأولى، وبعد أخذ الدواء لمدة 3 أشهر أحس إني اتحسنت، بس في حكة جنب الخصية اليسرى، حكة بسيطة. لا، الحكة البسيطة دي مش مشكلة، ممكن تحط لها اي كريم مضاد للحساسية بتروح. وطالما يعني اتحسنت ازاي، انت بتاخد عندك دوالي درجة الاولى، يعني ايه المشكلة اللي كانت عندك، ايه المشكلة اللي كانت عندك بالظبط عشان يعني، وايه الدواء اللي انت خدته وبعديها اتحسنت.